أهلا بحضراتكم من جديد. شفنا الاهتمامات الإعلامية المختلفة بمباراة السبت الأهلي والترجي إياب نصف نهائي دوري الأبطال، لكن حولها وعنها وغيرها هناك كلام كثير في بعضمة لسانه حين يتكلم الأعدقاء. والأعدقاء حاجة خلطة كده، لا هم أعداء ولا هم أصدقاء، لكن في وقت ما واقفين في منطقة تقدر تقول عليهم أصدقاء بجد، وتقدر تقول عليهم مش أعداء لأن الرياضة ما فيهاش أعداء، متنافسين أو منافسين. هو إفيه يعني بالضبط. فجت هذه الخلطة في الأعدقاء، وده لفظ دارج في المنطقة الوسطية ما بين المنافس والصديق. الأهلي عامل إيه؟ اللي هو في صراع الحقيقة والمصلحة. بالضبط. وهنا يجي نموذج واحد حقيقي أناسس الكرة المصرية، الكابتن فاروق جعفر. كابتن فاروق جعفر واحد من أهم وأشهر نجوم كرة القدم في نادي الزمالك، رأيه الفني مهم لما يتعلق بالنادي الأهلي ومباراة السبت. الأهلي عبر عن شخصية جديدة في الكرة المصرية، وهي الاستحواذ الإيجابي والأداء الإيجابي اللي جاب منه المكسب. أول مرة تشوف فريق كل اللعيبة في مباراة 90 دقيقة أو 100 دقيقة، كل اللعيبة نجوم. وأنا بحيي طبعا وبهني النادي الأهلي على الأداء، وكمان بحيي بشكل كبير جدا ديانج. عمل حاجة جديدة في الكورة. إيه هي؟ إن أنت بتعمل كل حاجة، بتدافع بشكل جيد، بتستلم بشكل جيد، بتسلم بشكل جيد، عملت من نفسك من مدافع لصانع ألعاب. الهدف اللي جابه شريف، الأسيست اللي عمله شوفوا قد ايه قاطع الكوره من التلت الوسطاني في نص ملعب النادي الاهلي، وراح بيها لغايه حدود ال 18 وعامل الباص. النادي الاهلي عبر عن شخصيه محترمه. انا من وجهه نظري حتى في التحليل، الكوره المصريه هي دلوقتي هي قمه الكوره في شمال افريقيا، افضل كوره موجوده في شمال افريقيا الكوره المصريه، واكبر تعبير في مباراه الاهلي والترجي. هتشجع الاهلي قدام الترجي في العوده؟ اكيد. زي ما قلت لكم هو صراع الحقيقة والمصلحة، ولكن عندك الحقيقة كابتن فاروق غالبا ما تنتصر الحقيقة، يعني في مجمل الآراء في معظم وقته هو ينتصر إلى الحقيقة. انتصار الحقيقة بيخليه طبيعي يشيد بالأهلي الذي يستحق الإشادة، وقال بعض الجمل اللي غيره يعني ما كانش عنده الجرأة يقولها بالطريقة دي، إنه الأهلي عبر عن شخصية جديدة للكرة المصرية أو أداء النادي الأهلي، وأن النادي الأهلي كل لعيبته كانت نجوم، وأن ديانج عمل حاجة جديدة في الأداء بالنسبة للعيب خط الوسط المدافع المهاجم صانع اللعب. هذه الخلطة السحرية. وأنا يعني أن الكرة المصرية هي قمة الكرة الإفريقية والأهلي وقمة الكرة المصرية، وأنه سيشجع الأهلي. هذه لحظة الحقيقة، فما تزعلوش منه أحيانا لما تضغط عليه حاجة تانية. طيب ده الكابتن فاروق جعفر، وخلوكم مع هذه النماذج الإيجابية، لأن حتى والناس متضايقة من بعض نماذج الهبد والهري الفارغة في إساءاتها أو تجاوزاتها، قلنا دول ده فأما الزبد فيذهب جفاء. طبطب عليهم. بالظبط. فأما الزبد فيذهب جفاء، والمهندس عدلي قال لك طبطب عليه وحطه جنب الحيط. لكن خلوكم مع النماذج العاقلة الفاهمة المنصفة. إذا كان ده رأي الكابتن فاروق جعفر في حق النادي الأهلي، فما رأيكم برأي واحد من ألمع نجوم الكرة التونسية ومدربيها قبل مباراة الترجي، الكابتن نبيل معلول؟ نشوف. شفت إزاي فوز الأهلي في الترجي، وشاف إزاي مباراة العودة؟ والله مثل ما قلت قبل المباراة، يعني إذا واحد يقول لك نقدر نتكهن ولا نقدر نتصور كيف المباراة مش تكون بين الترجي والأهلي ولا بين الأهلي والترجي سواء في تونس ولا في مصر، صعب جدا. لكن بصراحة لازم نعطيه كل واحد حقه، موسيماني لعب مباراة تكتيكية على مستوى عالي جدا جدا، خاصة في تمركز حمدي فتحي اللي أربك به تقريبا حسابات معين شعباني وأربك به الخطة بتاع الترجي التونسي. أضف إلى ذلك أنه اللاعبين المؤثرين في الترجي كانوا خارجين داخل الخدمه في يوم المباراه. نعم. طيب مباراه العوده
معين شعباني هيعمل ايه لما يقعد امامه فرصه الا انه يهاجم عشان يكسب لازم يسجل. وموسيماني زي ما حضرتك بتقول لعب تكتيكي ماتش عالي، هل هيلعب بنفس الطريقه ولا ممكن نغير من طريقه لعبه؟ نعم. لا نفس الطريقه لا، يعني لا. شفت انت اظن اكشف يكون موجود معنا من بدايه المباراه بشجع على الطريقه العاديه بتاعه اللي يلعب بها الفريق 4-2-3-1. معناها انا حسب رايي انا الشخصي المباراه اصعب على موسيماني اكثر من معين شعباني. ده صحيح، ده صحيح، لانه هدف يحب يحافظ عليه الفريق. طبعا المدرب ممكن يعطي تعليمات باش الفريق يطلع للامام، لكن في راسه في فكر اللاعبين انهم هم فايزين في مباراه الذهاب وتعادل يكفيهم، ولما تلعب على التعادل تعرف صعب انك تقدر تركز تكون مركز كامل المباريات. بالنسبه للمعين ما عنده ما يخطف في المباراه هذه، اظن مش هيلعب انه فريق هجوميه بحته في هذه المباراه. معناها عرض الملعب يحاول يفتح الاهلي اكثر ما يقدر، هذه السيناريوهات اللي ممكن نتوقعها في هذه المباراه. مباراه كام لكام من وجهه نظرك؟ فرصه الاهلي كام؟ فرصه الترجي كام؟ وبعد مباراه الذهاب 1-0 للاهلي انا اقول 60 الاهلي 40 ترجي. طيب. المباراه صعبه، صعبه جدا على الاهلي اكثر من الترجي. ده صحيح. ربما اتفق مع الكابتن نبيل معلول، المباراه هتبقى اصعب، اصعب لان دوافع مفيش حذر، مفيش حسابات قدام الترجي غير انه هيحاول يكسب. بالنسبه للنادي الاهلي مهما انت نبهت ممكن تيجي حته الاحساس بانك متقدم 1-0 فعايز تحافظ عليه. يا رب نقدر نغطي الجون ده بسرعه، ها يدينا نوع من يعني الاقتراب اكتر ان شاء الله. لكن هو ما قال 60-40 يعني مشفوع بالنتيجه بتاعه الذهاب. يعني انا بحذري اقول 55-45 بتقربها شويه. بس اداء الاهلي في رادس خلى نجم زملكاوي يقول لك لا، هو الاهلي كان بيلعب في دوري تاني واحنا ما نعرفش المستوى ده غريب. ده الكابتن عصام مرعي نشوف. الاهلي تقريبا هو اللي كان متسيد اللقاء او ممشيه موسيماني بنفس الكيفيه ونفس السيناريو اللي هو كان رسمه قبل بدايه اللقاء. موسيماني على فكره عايز اقول حاجه مهمه جدا، انا مش فاهم الاراء نفسها ان موسيماني اقل بكتير قوي وان عليه نقد لازع، انا مش فاهم، نفسي افهم الموضوع ده ازاي والنادي الاهلي واخد كل البطولات دي والاداء ده كله. صحيح. وبعدين ما فيش حد على طول بيمشي على طول على اللاين على طول يعمل دايما اداء ونتيجه. لا، في ماتشات كتيره قوي ممكن في ماتشات لازم تخسر فيها وانت حتى وانت في القمه. كل فرق العالم بتخسر، لكن انا بشوف ان موسيماني عمل اعداد نفسي وبدني كمان مهم جدا. قول لي بدني ليه؟ بدني وذهني. ليه؟ بدني وذهني ليه؟ لان انا جاي من راحه. جاي من فتره راحه، ودي انا بالعكس ده ناس كتير جدا انتقدت موسيماني فيها. انا كنت متخوف جدا لما بتبعد 5 ايام وترجع تاني وتشتغل وهكذا، بترجع ما بيبقاش عندك شويه الفورمه العاليه، بتبقى لسه ما خدتش الاحساس المباراه الرسميه. انت مش راجع دوري عالم، لكن انت كمان راجع بطوله افريقيا كمان في سيمي فاينل. سيمي فاينل وقدام مين؟ الترجي وفرادس. لكن اتفاجئت العكس تمام، مش فاهم. صحيح. هل الاهلي كان بيلعب في دوري تاني شغال ماتشات رسميه؟ موسيماني فرض اسلوب لعبه على فريق الترجي وعلى كمان المعين شعبان. صحيح. في فكره. صح. كمان. صح. في فكر المعين شعبان كمان، لانه هو ارتبك المعين شعبان كمان ومبقاش عنده حلول. يعني هو قال لك هو الاهلي كان بيلعب في دوري تاني. بيلعب في دوري تاني وما قالناش، يعني انا كنت متخاف من الراحه، ودي النقطه اللي انا قلتها يا جماعه. ما مش ممكن راجل بسذاجه انه يعمل حاجه الناس كلها شافاها يعني بشكله هو شايفها بشكل تاني. هو كان قادر ان فرقته محتاجه دي علشان تقدر يعني تستعيد دوافعها النفسيه والبدنيه، وثبت ان هو كان صح، وده اللي ادهش الكابتن عصام مرعي، وده راجل حقه يعني. وخلاه يحدد سر الاهلي في المباراه الجايه ايه؟ نشوف. طب ايه كلمه السر في النادي الاهلي في شغل في المباراه نفسها؟ ان النادي الاهلي لما بيقرب وهو متعود على مثل هذه الاجواء، ريحه البطوله واحساس البطوله بيكون قرب. انت في الامطار الاخيره في النادي الاهلي ما بيضيعش الفرصه في الجزئيه دي،
في نفس الوقت دايما كعبه عالي كمان في المباريات الخارجيه كمان بالنسبه زي ما انت ذكرت. انت قلت اهم يعني جمله يعني حتى دي كمان مهمه جدا تبقى عنوان كمان رئيسي، ان دي تضاف للمباريات التاريخيه للنادي الاهلي مع الترجي التونسي. وبعدين هنا بقى النقطه كمان الجديده عند موسيماني، بيعرف يتعامل ازاي مع المباريات الكبيره وخاصه شمال افريقيا. وده كان حاصل في دي نقطه مهمه جدا جدا يا كابتن عصام، ان لما تيجي تبص على كل اللقاءات الكبيره اللي ادارها موسيماني تحس ان هو بيعرف ازاي يحضر الماتشات الكبيره بالظبط. يعني النقطه دي كانت مهمه جدا لدرجه ان الشوط الثاني كان وان سايد جيم، صح، وان سايد جيم للنادي الاهلي بره ملعبه في رادس مع الترجي التونسي. كابتن عصام بعد الجول الاولاني بتاع محمد شريف اللي هو الوحيد يعني الاهلي كان ممكن عادي جدا نخلص الماتش ده 2-3 بالظبط. انا بشوف ان فتره الراحه اللي خدوها لعيبه النادي الاهلي شالت شويه من حاله الارهاق والاجهاد، بقى في شويه تشوق شويه للملعب، احساسهم بالبطوله، حتى العامل البدني هو ما كسلش في فترات الراحه، لما رجعت اللعيبه من الراحه هو اشتغل واشتغل كويس جدا جدا. النادي الاهلي عنده ميزه مهمه جدا جدا في تنفيذ التعليمات للمدير الفني حرفيا داخل الملعب، ودي ما بتشوفهاش في فرق كتيره قوي. طيب ده كلام واحد من عقلاء المعسكر الابيض ويتحدث عن النادي الاهلي وعن هذه المباراه تحديدا، وابدى دهشته في البدايه. هو الناس عايزه ايه من موسيماني اللي يعني ده حتى الناس اللي بتكسب بطولات بيجي لها لحظه يعني فالراجل ماشي تمام وتاثير فكره واضح جدا واشاد به، وان فتره الراحه عملت تشوق. لكن ايضا كابتن سامي الشيشيني الذي فاجأنا في الفتره الاخيره بمجموعه من الاراء الايجابيه، تعالوا نستمع الى روشيتا من وجهه نظره للمباراه القادمه. المطلوب من الاهلي اولا عشان يأمن نفسه من مفاجآت الترجي في مباراة العودة، ثانيا عشان يأكد فوزه. الضغط انه يضغط. الضغط يضغط يا كابتن، يضغط من قدام، يضغط من قدام، وفي نفس الوقت بقى في اتزان. مش هيبقى فاتح الملعب شوية؟ لا بص يا كابتن، في حالة سيئة لفرقة الترجي لازم تستغلها. بس مش هتبقى موجودة الماتش الجاي. لا وفي اتزان، ما انت مجرد ما بتقطع خلاص بترد. مش لازم تكون موجودة الماتش الجاي، يعني ممكن الحالة اللي كان عليها الترجي في مباراته الأولى ما يتحطش في المباراة الثانية. ممكن، لكن النادي الأهلي مش هيجي على ملعبه ويرجع. لو تراجع دي برضه مشكلة. النادي الأهلي ممكن يتراجع، لأن الترجي على فكرة ده أسلوب لعبه. أسلوب لعبه إن هو يضغط على الفرقة من قدام. فالنهاردة هو لو ضغط على النادي الأهلي من قدام وفضل يضغط من قدام، أو زي ما تقول لك حالته كانت حالة كويسة جدا. دي ممكن تبقى مشكلة للنادي الأهلي. ممكن النادي الأهلي النهاردة لو فتح يا كابتن شوبير وطلع على هجمات مرتدة في ممكن تبقى خطورة على المساكين. الأهلي طبعا طبيعي مش هيلعب بثلاثة في المباراة دي. ممكن يلعب بثلاثة. ما هي دي بقى، اللي هتفرق. الاهلي هيعذبهم في الباص على فكره، هيقعد يلف الكوره ويجريهم ورا. ما انا بقول لك هو الاهلي عنده ميزه لما بيكون موجود قفشه يا كابتن شوبير. بيتحكم في الريتم بتاع النادي الاهلي، فهي هتفرق في طريقه اللعب بتاعت النادي الاهلي. عندك نص الملعب في اتنين عواميد، في فرقه تقيله النادي الاهلي. عندك شريف بقى عكس ما كان يشاع ان السكواد بتاع الاهلي لا 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 فرقه قويه يا كابتن، عندك لعيبه، فعشان كده انت ما بتحسش البديل من الاساس في النادي الاهلي. انا موافق على الروشته دي، الضغط بالتوازي. اذا استطاع النادي الاهلي ان يحتفظ بحالته البدنيه بقى، ما يكونش طلع كل الخرطوشه مره واحده، وباذن الله ما تكونش كده، وانه يضغط على الفرقه ما يمكنهاش انها تلعب بافكارها. يعني انت لازم تخلي الفرقه اللي قدامك ما ترتاحش انها تنفذ افكارها، وعندك الميزه بتاع تقدمك هناك. انت كل مطلوب منك انك تخلي الفرقه دي ما ترتاحش تلعب بافكارها ولا افكار المدرب، وده لن يتم الا بالضغط المتواصل. وبعدين عندك هو بقى يعني كمان واثق في قفش قوي، انه راجل ترمومتر يقدر يحكم لك في الايقاع، امتى يسرع، امتى يهدي، امتى طب انقل. انت احنا هناك في مره نقلنا 34 نقله. صحيح. يا سلام لو عملنا كده ان شاء الله. طيب بيتش موسيماني اللي كل الناس دلوقتي بتنصفه، خليكم فاكرين الآراء اللي حاولت تشكك في كفاءة موسيماني ومشروعه مع الأهلي كان ليها هدف، هدفها كان ضرب قرار الأهلي باختيار موسيماني، وكان بدأت الناس هتبدأ ترغي في المنطقة دي. لكن بمجرد ما النتائج والأداء والمستوى، حتى والراجل واخد كل الألقاب زي ما عصام مرعي قال، أنا مش عارف الناس عايزة إيه من مدرب واخد كل البطولات اللي شارك فيها، بس كان ده غرض لمرض. موسيماني مش واخد حقه، ده مش رأينا، ده رأي واحد من نجوم الزمالك الكبار الكابتن أحمد حسام ميدو. بصراحة يعني شايف إن موسيماني مش واخد حقه،
لان انا دايما لما باجي اتفرج على اي ماتش بتفرج على الماتش انت عارف يعني واشتغلنا مع بعض بتفرج بتفاصيل التفاصيل بتاعه التاكتكس والراجل بحاول اقرا دايما مخ المدرب المدرب بيفكر في ايه وانا قلت ان افضل ماتش تكتيكي لعبه الاهلي مع موسيماني ماتشين ماتش فيتا كلوب بره وماتش الماتش اللي فات ده اللي اتعمل في خط الديفنس المباراه اللي فاتت تحفيز هايل في تحفيز هايل ودي بتعتمد على ايه انا ككوتش او انا كجهاز فني يا ميدو انا عايز ايه من المباراه المباراه انا كنت عايز منها ايه لا تعادل لا اكسب عشان كده هو حفظ يا ميدو هو انا مش عايزين نقول هو نجح وحفظ في نفس الوقت بعد التحفيز ده التنفيذ حصل ولا ما حصلش حصل بس هو ده النجاح كابتن احمد حسام ميدو وكابتن مدحت عبد الهادي في انصاف بيتشو موسيماني مدحت عبد الهادي شايف انه التنظيم الدفاعي اللي حصل فيه تحفيز بجد وقال ده تحفيز هايل ان كل واحد عارف واجباته بالظبط وبينفذها حرفيا وميدو قال لك انا شايف انه بيتشو موسيماني مش واخد حقه اللي بيعمله من نقله في تكتيك كره القدم مش واخد حقه فيه لانه الراجل ده وده انا يا جماعه بمناسبه هذا النقد الفني تقدر تنقد موسيماني او غير موسيماني بس خليك في النقد الفني حاجه تضايقك جدا وتستغرب لها لما تلاقي فيه لعيبه كره سابقين يطلع يقول لك ده المدرب ده كفتاجي ويستخدم نفس اللفظ ده مش عارف ما عندوش فكره ده مش عارف هجاص وتسمعوا الفاظ لا يعني لو بتطلع من جماهير زمان في المدرجات الناس هتقول ما يصحش الالفاظ دي بقت بتطلع من لعيبه كوره سابقين اللي هم مفترض مدربين في حق مدربين شغالين يعني على الاقل في اخلاقيات مهنه على الاقل ان في رياضه على الاقل ان في اعلام ومسؤوليه على الاقل في رساله ولغه في حاجات كتيره قوي لازم أن تتراعى فما بالك مع مدرب واخد كل البطولات اللي شارك فيها ولما يتقال انه ده راجل المهام الكبيره ده بيظهر الشغل التكتيكي العالي بتاعه في المناسبات الكبيره طب ما هو ده ادعى ان انت تحترمه وادعى ان انت تتعامل معاه وفقا لاخلاقيات المهنه وطبيعه الرياضه ومسؤوليه الاعلام بصوا كم حاجه ومع هذا تسمعوا الالفاظ الغريبه جدا اللي نتمنى فعلا انها تختفي ومفيش مانع ان انت تنقده نقد فني تستخدم كل رؤاك الفنيه ان كانت موجوده في نقد اداء اي مدرب طب انا عايز اخرجك بقى من المضايقه قوي دي اللي مضايقاك بجد الالفاظ ما تسمع يا اخي تامر امين وبيقول لك عايزين نفرح بقى نفرح عايز تفرح نفرح مع تامر امين ماشي بجد الحمد لله على نعمه الاهلي الحمد لله على نعمه الاهلي انها موجوده في مصر حاجه بتفرحك طول الوقت وتسعدك طول الوقت وتخليك فرحان وكسبان طول الوقت وتنسيك همومك طول الوقت هقول لكم حاجه الاهلاوي الصميم قوي هو اللي يحس بيها زيي لما الاهلي بيكسب خصوصا الماتشات الكبيره او البطولات الكبيره زي مباراه الترجي بتاعت اول امبارح دي كل حاجه في الكون بتبقى وردي والله بجد اي حاجه بتبقى حلوه لما الاهلي بيكسب ولما بيكسب باداء واقناع وامتاع وابداع وكل القاع اللي شفتوه في حياتكم وشفناه في التسعين دقيقة بتوع أول امبارح بتوع مباراة الأهلي والترجي في رادس وأنا هنا من هذا المكان ومن هذا المنبر ومن هذا المزنق على رأي الليمبي بأطالب إن احنا بعد كده يبقى الملعب الرسمي لنادي الأهلي هو ملعب رادس في تونس أنا لو بلعب مبارياتي كلها في رادس أنا هبقى بطل أبطال العالم يعني الكلام ده واحد فرحان بفرقته ها لكن في الاخر برضه لازم يعمل افيه على فكره انا مش موافق على الافيه ده والله معلش اخدني انا بحب انا موافق على كل حاجه تانية لا مش صح ما علينا طيب بخاف من الثقه الزايده في حاجات محدده يعني انما الفرحه طبعا مطلوب الفرحه مؤكد لكن حبيبك بقى التقدير بقى للاهلي وموسيماني خارجيا الكابتن ميثم عادل نجم الكره العراقيه المحلل الرياضي في قناة عجمان الإماراتية شايف مستر بيتشو موسيماني إزاي أي واحد شوف في نادي الأهلي يخرج عن قيم ومبادئ النادي الأهلي خارج هذا الكيان مهما يكون هو الخسران في النهاية هو الخسران مهما يكون صراحة أقول لك هذا شيء متعارف عليه شوف بعد فايلر
صارت ضجة. فايلر حقق إنجازات مع النادي الأهلي وحقق يمكن سلسلة فوز 16 فوز أو أكثر في مع النادي الأهلي، وصارت ضجة، قالوا شنو هاي، كيف الخطيب يتخذ هذا القرار، كيف إدارة الخطيب، ماذا فعل الخطيب؟ هذا الأسطورة، الخطيب راح جاب موسيماني اللي صفقته حيرت العدو الحبيب. الخطيب بصفقة موسيماني حير العدو الحبيب، وتوقعوا أنه ما ينجح، وتوقعوا أنه ما ينجح، لكن صحيح. الخطيب رؤيته، شوف الرجل هذا برؤيته وأفكاره وكأسطورة، لاعب كان لاعب عنده نظرة، ميثم عنده نظرة طبعا، وأسطورة كإدارة. طيب زين، هو لا يرد في وسائل الإعلام، هو يرد وين؟ يرد وين؟ يرد يرد في العمل ماله، أكيد محبوب الأهلاوية هو. نعم هو طيب يرد زين. في العمل ماله، أعماله هي اللي ترجع على الناس. تعرف أنا يعني تبع أستاذ ميثم بيقول كلام جميل، وواحد عايش حالة الأهلي أي، لكن بدأت أشعر هو الدوري المصري وحالة الأهلي والزمالك كيف سيطرت على الإعلام الخليجي كده، ونموذج الأهلاوي والزملكاوي اتنقل من هنا بس بشكل يمكن مختلف شوية إلى الإعلام في القنوات الخليجية، وده نقطة تحسب لصالح الكرة المصرية، المسابقة المصرية بالتأكيد، ونقطة تحسب لإحساس الناس بقطبي ماشي الكرة المصرية، اللي الأهلي بيظهر حتى في أي مناظرات هنا أو هناك تفوق الحق والحقيقة على الإدعاء.